يا ابو سند. اذا من دار جابر رحمه الله عليه الى عاصمه القرار الرياض ومشاركه بداح العصيمي. سلطان معك بداح. مرحبا يا عادل. لا انت ابو سند. معي الشاعر بداح العصيمي من الرياض. مرحبا بك يا بداح. يا مرحبا حياك الله. بداح، وش حاب تقول او توصل رساله لجمهورك ومحبينك عبر الشاشه؟ اقول يبشرون بكل علم طيب. سمعنا قبل تروح للمسرح ابيات من ابداعك. هذه من عرض قصيدة، يقول أتابع الشعار فالعام والخاص، وأنا مع الشعار زطال باعي، شاعر ومتواضع ومؤمن بالإخلاص ومع كل طيب فالحياة اجتماعي. يا سلام، صح الله لسانك. لك المسرح، تفضل. فالك التوفيق. إليك أبو نايف. إياك أبو. نشوف تقرير الشاعر بداح العصيمي. أنا أعتذر، قبل شوي التفت يمين إلا الشباب ما شاء الله تبارك الله، وبالأخص عيفان اللي هو مدير اللجان، يقول يا عادل حنا الآن الترند الأول، شاعر القمة واحد هو الترند الأول في المملكة العربية السعودية. وهذه إن شاء الله باكورة النجاحات. نذكر بإذن الله في ختام الحلقة راح يتم السحب على جائزة 5000 ريال لأي شخص مشارك أو لشخص واحد مشارك في هاشتاج شاعر القمة واحد. وشوف تقرير ابداح العصيمي، نرجع لكم.